السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا اخترت موضوع هذا الفيديو والذي سيكون عن طريقة تكبير المؤخرة. نعرف أن سر جمال المرأة وجاذبيتها يكمن في جمالها الروحي، إلا أن الاهتمام بجمال الجسد مطلوب أيضا. ومؤخرا لم يعد جمال الوجه هو كل شيء، بل أصبح التركيز أكثر على بنية الجسد وتقسيماته، ولأن بعض النساء تحب أن تترك انطباعا أولا جميلا في وقت أصبح المعظم فيه يعطي تقييما بناء على الهيئة والمظهر بداية. ومع تزايد عمليات التجميل خاصة عند المشاهير، فإن بعض الفتيات أصبحن يرغبن في التشبه بالمشاهير، خاصة إن كنا ذوات جسد جميل وممشوق وأرداف انسيابية. ومن هذه الرغبات تكبير المؤخرة وشدها. سأقدم لكم اليوم طريقة رائعة جدا سهلة تخلو من المخاطر بعكس العمليات التجميلية والكريمات الكيماوية المضرة. سنعمل الوصفة على شطرين، شطر سنقوم فيه أولا بالتقشير، والشطر الثاني سيكون عبارة عن الكريم الذي يعمل على تكبير المؤخرة. نعرف أن تقشير البشرة يعمل على تجديد خلاياها وإعادة الحيوية لها، ويخلصها من الخطوط الدقيقة والبشرة الشاحبة والخلايا الميتة، كما يعمل على تصغير مسام البشرة لتتمتعي ببشرة مضيئة ونضرة. لهذا الغرض سأحتاج لعمل المقشر أولا إلى مربى الفراولة. مربى الفراولة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت وقبض المسام. كما تتميز الفراولة أيضا بطبيعتها الحمضية التي تساعد في التخلص من الإفرازات الدهنية ومنع ظهور البثور والحبوب. سأحتاج أيضا للملح، الملح رائع جدا لتقشير البشرة ولإعادة الحيوية والإشراقة لها، كما أنه أيضا يقضي على كل الدهون والبكتيريا التي من شأنها أن تسبب في ظهور هذه الحبوب على المؤخرة. سأحتاج أيضا إلى مكون ثالث وهو مبشور جوز الهند أو مسحوق جوز الهند، رائع جدا يبيض البشرة، يمنحها الرطوبة والنعومة ويجعلها رائعة جدا وذات ملمس ناعم. إذا لنمر لعمل المقشر كخطوة أولى. إذا سنقوم بخلط المكونات. سأحتاج لملعقة من مسحوق جوز الهند، يمكنكم عمل أكثر طبعا. سأضيف أيضا ملعقة كبيرة من مربى الفراولة. من لا يتوفر على مربى الفراولة يمكنه عمل أيضا مربى المشمش. وسأضيف لهذا الخليط نصف ملعقة من الملح، ونخلط الكل لنحصل على مقشر رائع جدا لمنطقة المؤخرة. هذا المقشر سيزيل كل الجلد الميت العالق على المؤخرة. نعرف أنه بكثرة الجلوس تصبح المؤخرة صلبة نوعا ما، وحتى تلك القشور لا تجعل الدورة الدموية تدور بشكل جيد. إذا عند تقشيرها سنزيل كل الجلد الميت، كل الخلايا العالقة عليها، وبالتالي سنسمح بتحسين الدورة الدموية أحسن في المؤخرة. هذا سيجعلها تكبر وتبدو بحجم جيد. إذا هذا هو المقشر الذي حصلنا عليه، رائع جدا، جربوه ستحبونه جدا جدا. هذا المقشر يمكنكم عمله مرة إلى 3 في الأسبوع، فهو رائع جدا. يمكن أيضا عمله للجسم ككل ملا، هو جميل جدا. والآن لنمر لخلط الكريم الثاني الذي سنعمله بعد المقشر، والذي سيعمل على تكبير المؤخرة بشكل رائع جدا. وليعمل الكريم الثاني الذي سيعمل على تكبير المؤخرة وشدها وإعطائها ملمس ناعم جدا ورطب، سنحتاج أولا لزيت بذور العنب. زيت بذور العنب من الزيوت المفيدة جدا والتي تحتوي على كمية هائلة من فيتامين E وفيتامين C اللذان يقومان بشد الجلد وتقويته، كما أنها زيت تعمل على إحياء الخلايا الدهنية وإعطائها الحجم المطلوب مما يعطي امتلاء للمنطقة المدهون بها. كما أن هذا الزيت لها قدرة عجيبة في منح البشرة النضارة والشباب. سأحتاج أيضا لزيت الأرغان الطبيعي، زيت الأرغان الطبيعي من الزيوت أيضا الفعالة والتي تعمل على الحد من ظهور أولا التجاعيد، الخطوط الدقيقة، هذا أمر معروف، كما أنها ترطب الجلد وتحافظ على نعومته وتقيه من الجفاف، كما تقضي على الخشونة، وهو مفيد لتجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية في الجلد مما يحافظ على حيويته وشبابه، وبالتالي تحفز أيضا الخلايا الدهنية وبالتالي تسمن المناطق النحيفة. سأحتاج أيضا إلى زيت جوز الهند. زيت جوز الهند فوائده واستعمالاته كثيرة، ومن أهمها أنه يزيل التشققات، يعالج حروق البشرة، ينعم ويرطب الجلد لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، كما أنه يجدد خلايا البشرة ويزيل الجلد الميت. إذن لنمر لعمل الكريم. إذا في إناء يكون زجاجي لأننا سنقوم بتسخين العناصر، سأضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، في فصل البارد يصبح صلب جدا ويصعب. ثم سأضيف ملعقة صغيرة من زيت الأرغان، ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب، يعني ملعقتين صغيرتين من زيت بذور العنب، ونقوم بتسخين الكل في حمام مريم. يعني نأخذ إناء نضع فيه ماء ساخن أو نسخن فيه الماء يكون أكبر من الإناء الذي وضعنا فيه المكونات، ونضع فيه الإناء الثاني حتى تسخن المكونات انطلاقا من الماء الموجود في الإناء الأول، فقط نقوم بتسخينه قليلا حتى يذوب زيت جوز الهند ويتجانس الكل ليصبح عبارة عن كريم عندما يبرد. إذا هذه هي الزيوت بعدما ذابت أصبحت بهذا الشكل، طبعا عندما ستبرد ستصبح عبارة عن كريم، يفضل عمله في علبة محكمة الإغلاق حتى يسهل استعماله وطبعا نحافظ على كل فوائده. يستعمل هذا الزيت، يعني بعد عمل المقشر يدهن هذا الزيت على منطقة المؤخرة، وطبعا يمكنكم دهنه من مرة إلى 3 في اليوم، لكم الاختيار. بالمداومة على عمل هذا الزيت ستحصلون على أرداف ممتلئة وعلى مؤخرة انسيابية، لأن يعني الزيوت المستعملة فيها تقوم بتحفيز كل الدهون الموجودة في هذه المنطقة حتى تمتلئ وتصبح بحجم جميل جدا. وطبعا لتكبير المؤخرة أولا عليكم العناية ببشرة المؤخرة. كيف ذلك؟ يكون بالتقشير والترطيب كما قدمت في هذا الفيديو. فالتقشير إما يكون بالليفة أو بمواد يعني التقشير أو بخلطات التقشير المنزلية وهي أفضل خيار. والترطيب الدائم للمؤخرة يمنع تكون القشرة البرتقالية، يعني يصبح الجلد مثل البرتقالة أو ما يسمى بالسيلوليت، بتقشيرها يصبح الجلد ملمس ناعم جدا ورطب دون تشوهات. أضف إلى ذلك اختيار ملابس قطنية أو حريرية لأنها لا تحتوي على البوليستير الذي يسبب الحساسية والإحمرار، ومن ثم قد يعطي سواد وظهور بعض الحبوب. أيضا يجب المواظبة على تناول الأطعمة التي تساعد على تكبير المؤخرة والابتعاد عن الدهون غير الصحية، وكذلك تناول الملح بكثرة لأنه يحبس الماء في الجسم ويعطي شكل غير جميل للمؤخرة وباقي مناطق الجسم. لذلك أكثروا من يعني الخضر والفواكه والألياف حتى تحصلوا على قوام جميل. أيضا للحصول على أهداف وعلى مؤخرة كبيرة يجب الإكثار من اللوز، العسل، التمر، النشويات، الفليفل الحمراء، البيض، الخيار، البطاطا أيضا والموز. خيار رائع جدا إن كنتم تريدون الحصول على مؤخرة جميلة. وكذلك يجب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية كتمارين السكوات، الاندفاع الأمام المعكوس، رفع الرجل للخلف، والكيك باك. أيضا يجب أيضا تدليك المؤخرة بشكل مستمر يساعد على تكبير حجمها. وأيضا تناول السكريات المعقدة بدل من السكريات البسيطة سيكون أفضل حتى تحصلوا على مؤخرة جميلة انسيابية وذات حجم معقول. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بخطتي اليوم الخاصتين بتكبير المؤخرة والتي تتمثلان في مقشر ومرطب، هما رائعان جدا ويعطيان نتائج أكثر من رائعة، وأيضا آمنين جدا لا خوف من عملهما، بل على العكس هما يمنحان البشرة الإشراقة والنضارة وأيضا الملمس الداعم. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى تستفيد الأخريات أيضا منها، والأهم في ذلك هو المواظبة والاستمرارية، لأنكم تعرفون أن الخلطات الطبيعية تتطلب الوقت والمواظبة حتى تعطي نتيجة، والنتيجة فعلا تكون رائعة جدا عكس يعني الحلول السريعة التي تكون على حساب صحتكم وتشويه منظركم، لذلك واظبوا عليها حتى تصلوا للحجم المطلوب. إن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وأيضا انضموا للجروب على الفيسبوك، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة. وأيضا شكرا على دعمكم وعلى تعليقاتكم.